حكومته المفوضين. فهذه العملية تقع في إطار تبديد ونهب أموال الدولة الليبية، هذا النهب الممنهج الذي يتم منذ انتصار ثورة فبراير وإزاحة القذافي واستيلاء الإخوان للأسف، ونحن نتفرج على مقاليد الأمور والسلاية على كل مؤسسات الدولة الليبية وتجير كل أموال وكل موارد الدولة الليبية لأغراضهم ولمصالحهم ولمخططاتهم الإجرامية، سواء كانت في ليبيا أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن، كل ذلك تنفيذا لأجندات خاصة بها. الآن ربما نستطيع أن نربط ما بين تصريح وزارة الخارجية منذ يومين عندما صدر بيان عن وزارة الخارجية التركية يقول فيه أنه يريد أن تشرف جهات دولية على وقف حقيقي لإطلاق النار في ليبيا. ماذا يعني ذلك؟ هذه الرسالة التي سربت كانت مبطنة وتثير الاستغراب، ولكن الإجراءات التي تحدث الآن تعطينا دلالات عن فحوى هذه الرسالة. فحوى هذه الرسالة هي إما أن تدفعوا وإما سنقف ونوقف امداداتنا من السلاح من الدخائر ومن الطيران المسير ومن المدرعات وكذلك من نقل المقاتلين المرتزقة من إدلب ومن غيرها. هذا فحوى تصريح وزارة الخارجية عندما صرحت تركيا التي كانت تتوعد وتهدد ليبيا وأن ليبيا هي عبارة عن ولاية عثمانية وعليها أن تعود ولاية عثمانية. يقولون بأن على الدول الكبرى أن تضمن وقفا لإطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات. هذا نوع من الضغط والابتزاز لهؤلاء، ولكن هؤلاء هم أصحاب أجندة مؤامراتية جاءوا لتنفيذها، وبالتالي الحديث عن الجرح، الحديث عن إيجاد محفظة للجرحى بعد احتجاجاتهم في تونس، كل ذلك من أجل التصرف في الأموال المجمدة في الخارج، من أجل التصرف في أموالنا وفي المحافظ الاستثمارية للاستثمار الخارجي، كل ذلك من أجل العبث بالبقية الباقية من الأموال الليبيين التي توجد في الخارج. نعلمنا ماذا حدث في بلجيكا، ماذا حدث في فرنسا، وماذا حدث في محاولتهم في بعض الدول الأفريقية للحصول على الأموال الليبية المجمدة في الخارج، والآن يجدون مبررا ويجدون مسألة لدعم الخزينة التركية من جهة، وكذلك لدعم أجنداتهم ودعم برامجهم التي من خلالها يزيدون سيطرة ويزيدون استغلالا لأموال الليبيين في الخارج. نعم يعني هذا ما يمكن أن نقوله. يعني هذه الخطوة التي قامت بها حكومة الصخرات تأتي بعد تصريح وزارة الخارجية التركية؟ نعم، هذه العلاقة مترابطة ما بين هذه الخطوة وما بين تصريح وزارة الخارجية التركية. وزارة الخارجية التركية على اعتبار أنها تمثل رأي الدولة التركية فيما يستجد من أحداث على الصعيد الدولي أو الإقليمي وعلى صعيد الداخل التركي، وبالتالي هو نوع من لي الذراع لهذه الميليشيات، بمعنى أما أن تدفعوا أو سنقف موقفا مغاير من دعمنا من وقوفنا خلفكم. هذا فحوى الرسالة التي أعلنت وزارة الخارجية التركية. طيب. وبالتالي تسارع وسارع هذا المجلس العميل للعبث بموارد الليبيين الموجودة في الخارج ومحاولة تسهيلها للدفع لهذه الحكومات التي تعمل على تهجيج الصراع وتعمل على إطالة أمد القتال في طرابلس. طيب انتقل اليك معك الى زاويه اخرى، وهي التخبطات التي تجرى الان ما بين المجلس الاستشاري او ما يسمى بالمجلس الاستشاري للدوله وحكومه الصخرات وتحديدا رئيسها فايز السراج. هناك مساعي الان الى ازاحه السراج من المشهد من قبل المجلس الاستشاري، كيف تعلق على ذلك؟ بدون شك ان هذا الصراع له جذوري. هذا الصراع صراع ما بين قوى صاعدة في جماعة الإخوان المسلمين وقوى أخرى في نفس الجماعة ترى في رؤى مختلفة. القوى الصاعدة في جماعة الإخوان المسلمين ترى بأن لا بد أن
تستطيع أن تسيطر على الكعكة كاملة، على الحصة من الموارد الليبية كاملة. أما الجماعة جماعة الإخوان الآخرين يرون نوع من التقاسم مع الميليشيات، مع الجماعة المقاتلة، مع مصراتة، مع الزاوية، يرون أن الآخرين شركاء لهم بشكل أو بآخر في هذه الكعكة. أما المشري وهو من القيادات الجديدة للإخوة المسلمين، وأعتقد أن حتى صعوده المفاجئ ووجوده على رأس المجلس الأعلى للدولة ينبيك بأن هذا التيار الذي يرى بأن عليه أن يسيطر على كل شيء، يسيطر على كافة الموارد الليبية، وبالتالي يسيطر على كذلك تدفقات السلاح والمقاتلين. صحيح أنه يعلم بأنه يصطدم بقوة أخرى همها المال، همها كسب المصالح المالية والاقتصادية، ولكنه لابد أن يكون لديه في ذهنه خطة معينة للتعامل معها، وهو يرى بأن سراج لم يعد له جدوى من التواجد، ناسيا في ذلك أن سبب وجود سراج هي جهة أجنبية، هي مخابرات أجنبية، وبالتالي لن يستطيع لا هو ولا الآخرين محيطين به تغيير هذه المعادلة وإنهاء السراج ما لم تقبل بذلك المخابرات الإنجليزية MI6. ما لم تقبل بإزاحة السراج لن يتزحزح السراج عن موقفه مهما حاول، لأن قبل ذلك حاول بشاغة، حاول كذلك ميتيغ محاولة عديدة لإزاحة السراج عن المشهد، ولكن السراج مطلوب بشدة ولا زال يؤدي ما اؤتمر به، لا زال يؤدي أجندته الخاصة التي من أجلها وضعته MI6 على رأس المجلس الرئاسي. ولهذا لا أرى أن هناك إمكانية لإزاحة السراج من المشهد في طرابلس إلا عندما تزيحه قواتنا المسلحة العربية الليبية عند تحرير طرابلس، وعندما يتم إنهاء وجود كل هؤلاء الأجسام وكل هؤلاء الأسماء وكل هذه التنظيمات من الطريق. نعم. تماما، وهذا قريبا جدا يا عبد القادر. بالتأكيد. إذن رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.